تستخدم منشأ يسمى أكريداكتس. عبارة. أوكي؟ نستخدم العبارة، اليوم راح ناخذ تفاصيل عبارة. أما إذا كان البيت قبل سايفون. إذا الآن من أقول لك design a suitable hydraulic structure of the following situations. صمم المنشأ الهيدروليكي للموقع التالي. وانطيك crossing between canal and drainage. مثلاً أو باي تيجي شو تسوي؟ عم تختار المنشأ المناسب، لأن قرارك مهم بالاختيار. راح شو تسوي؟ قارن بين منسوب قاع القناة اللي تعبرها، يعني مثلاً نقول عامية مي الحلو، قناة مي الحلو اللي نعبرها فوق مبزل أو فوق وادي. في الحالة قارن ويا من؟ قارن الووتر ليفل مال الوادي. فإذا شفتها أعلى تستخدم أكوداكت، شفتها أوطى تستخدم سايفون. بس الآن واضحة. إذا عرفنا شلون نختار الأكوداكت. الآن نجي في هذه المحاضرة نصمم الأكوداكت. إذا صار عندي هذا الشرط في الموقع وأحتاج أصمم العبارة. الأكوداكت هي العبارة. العبارة نوعين. اليوم راح ناخذ نوع والمحاضرة ناخذ النوع الثاني. النوع الأول هي العبارة الأنبوبية. النوع الأول هي العبارة الأنبوبية، والعبارة الأنبوبية عادة تستخدم للتصاريف القليلة. لأن عبارة نوعين، راح ناخذ العبارة نوعين. استخدم بل جزء 100% هو الستيل بايبس.
يستخدم انعاتا في العبارات العمومية شنية ستيل بايبس، مع الملاحظة المهمة عندما يكون عرض المنخفض كبير يعني أكثر من طول البايب أحتاج هنا ألحم بايب مع بايب، يجب أن يكون اللحيم في هاي الحالة لحيم نظامي ومحصل عليه سيرتيفيكيت شهادة إنه هاني فعلا مطابق للمواصفات. طلعوا لك فاحصين من المختبرات يصوتون عليه ضغط ويشوفون إنه يتحمل القوة اللازمة، يلا أني أستخدم هذا البايب اللي طولته باللحيم. وأعيد الملاحظة الأخرى، ما أجعل خط اللحم على نفس المستقيم، بحاول أسوي واحد مخالف للآخر، واحد مخالف للآخر، عم نصل نقطة ضعف في منطقة اللحم. أوكي؟ فإذا هاي اتفقنا عليه. الآن نجي. طبعاً اختار موقع العبارة أيضاً اختيار لازم شو يكون؟ يكون موفق. شو اختيار موفق؟ يعني هل شرط أن يكون موقع العبارة في منطقة التقاطع؟ إذا أنا في منطقة التقاطع طبعاً شرط أنه دائماً أخليه عمودي، أوكي؟ وأخليه أقصر ما يمكن، وقد أن أسوي شنو فلومينج، يعني شنو أقصر المقطع، أدفن، أقصر من ناحية اقتصادية نعبر العبارة على مالتي. فبهاي الحالة لازم المقطع شبيه ينجح بالفحوصات المختبرية اللي سوى انفستيجيشن حياة التربة نشوف يتحمل وينجح في هذا الموقع، يلا اختار هذا موقع التقاطع. يعني ممكن ان يكون التقاطع عندي في موقع معين، هذا مثل ما حكينا قبل شوية، يعني ممكن ان يكون عندي هذا الباي وهذا التقاطع في هالمنطقة ناني، يعني ممكن ان اغير هاي الموقع هذا. ليش؟ الى هذه المنطقة، الى هذه المنطقة عبرت بيها كانت حالات التربة غير موفقة. شو اسوي؟ احاول ان اغير موقع القناة، اسوي لها تغيير بالمسار مالها، اوديها الى الموقع اللي تنجح بيه وصات التربة في منطقة العبارة. ممكن ان افعل هذا، ولكن قدر المستطاع نحاول ان نجعل التقاطع يكون عمودي. يكون عمودي ليش؟ عمود اقصر مسافه تصير، والناحيه الاقتصاديه ايضا تكون في هذه الحاله فعاله. واضحه؟ الان خلينا نجي نصمم العباره الانبوبيه. نجي نصمم العباره الانبوبيه. مثل ما قلنا العباره تجهز لنقل المياه فوق القناه او فوق الوادي او فوق اي منخفض، ننقل المياه، مع ملاحظه مهمه انه هل هذه القناه اللي انقل المياه راح انقل المياه كامله 100%؟ قد يكون احيانا احتاج ان انقل المياه جزء من عدسه جزء اخر لمنطقه اخرى. يعني احتاج ان فيها مثلا عندي مدينه في هالمنطقه زين ومدينه اخرى ابرض ضفه، فهالمنطقة لازم احتاج شنو؟ انطيها جزء من المي. فمن اقول لك اني انقل 70% من المياه، يعني 70% من التصريف. معناتها العبارة راح اصممها على 70% من التصريف. واضحة الملاحظة؟ واضحة لو عيتين. يعني نشوف التصريف راح ننقله من هذه القناة، هل هو التصريف كاملا؟ إذا التصريف كاملا راح يطلع لي فوق العبارة اللي أريدها أنا. إذا لا، جزء من عنده يبقى لهذا الموقع، جزء آخر الموقع الآخر اللي عبر الضفة. زين في هالحالة شو جد التصريف اللي احتاجه انا؟ المعلومات مال القناة اللي انقلها اذا ما كان موجودة راح احسبها منين؟ احسبها معادلة مالي. معلومات القناة اللي انا انقلها راح احسبها منين؟ معادلة مالي اذا موجودة عندي. شو جد انقلها 100% اذا راح التصريف كيوب كله، وناخذ جزء من عنده شو جد النسبة؟ اضرب النسبة واطبقها بالمعادلة. اذا العبارة تقوم بعملية نقل المياه فوق القناة أو فوق المنخفض. تحتوي العبارة؟ تحتوي الليت باي على عبارة على شنو؟ على أنبوب أو فلوم. طبعاً دائماً الأنبوب قلنا ستيل، الفلوم شنو؟ كونكريت. الفلوم أحسن اسمه القادم كونكريت. وقد وجد عملياً أن أفضل مقطع للفلوم هو مستطيل نصف مربع. وجد عملياً
تختلف العروض، فنختار العروض المناسب بحيث تكون اتصالات عبارة ما تكون اتصالاتية. هل هذه العبارة تحتاج إلى ركائز لإسنادها؟ هذا لازم أحسبها. إذا العروض ما العبارة كبير وخليتها أنت في داخل المقطع الوادي أو المبزل راح يصير بيه انهار، فلازم أنا شنو أسنده بواسطة ركائز. راح نحسب الطول الأمين اللي نستخدمه بحيث تحتاج العبارة إلى ركائز أم تحتاج إلى ركائز. أوكي؟ الآن إذا العبارة الأنبوبية، هاي العبارة الأنبوبية لاحظ، هاي العبارة الأنبوبية وهذا هو الوادي، لاحظ عمق المي، لاحظ عمق الماء في الوادي، شوفه يعني لاحظوا هاي العبارة هنا أقل، يعني أقدر أقول لك بكلمة بسيطة، بكلمة بسيطة هذا الحكي اللي حكيناه بين ليفل للقناة أكبر موتر ليفل باي، إنه أنت تستخدم العبارة بحيث ان الوادي او المبزل سطح الماء مالته ما يضخ نقول عامية بالعبارة. هذا الحاشي اللي نحكي عنه هسه ما يضخ، يعني شنو نقول يضخ او ما يلوح زين شنو العبارة. هذه الحالة عم نستخدمها احنا لان دائما تكون العبارة هي معلقة اذا موجودة. اوكي؟ إذن الآن نجي العبارة الأنبوبية، لا ماذا تحتاج؟ نحتاج في تصميمها إلى طول العبارة. طول العبارة هو نفس عرض الوادي. في معادلة 8 نطبق قيمة واي، واي تقدم تطبق مو تطبق واي هو ارتفاع القناة، لا واي هو عمق الماء في القناة. فهمت معي زين؟ واي هو عمق الماء، احنا قاعد نتعامل شنو هيدروليك قاعد نتعامل. هيدروليك سكشن انتبه على هاللحظة المهمة. نطبق قيمة واي في معاذ مالك، مو أنا أقول لك، إذا أقول لك توتال ديبت أوف ذا كانال إيكوال 2 متر. The water depth in the canal 1.5. أنت تاخذ 1.5. انا عندي فري بول عندي وعندي جزء فد شيء زياده والله، فمن احسب تصريف مو احسب القناه كلها، شو احسب؟ احسب عمق الماء، احسب عمق الماء هاي بعدها زين. ومنطلع منطلع قيمه واي، منطلع قيمه واي في معاد مالي، هذا شو يمثل؟ الواي يمثل عمق الماء، اضيف له فري بول 20% من عمق يطلع لك ارتفاع القناه كلها. فدائما الاخطاء اللي تصير عندنا تبع عليها زين. الان طلعنا هنا شنو التصريف؟ الهيد جوز بين المدخل والمخرج ايش قد؟ راح احنا نحس او نفرض. طبعا مثل ما قلنا الهيد جوز دائما يكون ارقام قليله، مو يعني 20 سنتيم، 25 سنتيم، 30 سنتيم، ويصير بالامتار ولا الامتار حتى احنا كارثه تصير عندنا. يعني ما يصير عندي هالشكل. شيء هيد جوز قليل، سنتيمات عاده. المدخل والمخرج الأصلي والتوسري لازم أعرف المدخل والمخرج، يعني أفرض أنا إذا كان عندي منشأ مهم كبير عادة نخلي الليت يصير كام؟ إذا منشأ كبير مهم عبارة كبيرة، بس إذا شوف الأفلام اللي راح لحد اللي بتصور فيلم عبارة ضخمة كبيرة، يعني اكو عبارات اذا كانت مفتوحه حتى تلاقيها السفن تعبر. سفن تعبر بالعبارة اذا كانت مفتوحه. العبارات المغلقه اللي هي باي لا. فاعتيادي تعبير المي المنطقه لا منطقه، تصاريفها قليله. بس اذا كانت عباره مهمه، عباره مهمه نخلي الليت يكون كير. اذا عباره ثانويه في منطقه صغيره او كذا يصير الليت عاده يصير مربع او يصير مثلث او بالاجنحه. فهي عم شنو تعرفون كل الكيرف شو يصير فيه لوسز اقل، يصير كي 1 اقل لوسز. فالان راح نختار، انا اختار انت كمهندس راح تختار المدخل شنو والمخرج شنو. مثل ما قلنا احنا اذا ما عندك معلومات بدنا ناخذ الكي مال المدخل 0.5 ومال المخرج 1. مال المخرج 1 بدنا نقول لك اسيوم اني فاليو اف يو نيد تو سولف اني بروبلم.
نعطيه هاي المعادلة خلينا نشوفها. المعادلة نفسها اللي أخذناها على أساس أنه دائما إحنا نتعامل مع قطر دائري. مع قطر دائري إذا نعرف نستخدم المعادلة اللي أخذناها سابقا ما عندنا إحنا في العبارة دائما نقول عمودية ناخذ العبارة إذا راح نستخدم دلتا إيش تساوي كيوان معامل مدخل زائد معامل مخرج زائد مفقودات الاحتكاك لاحظ 124.6 N للستيل للستيل احنا عادة نستخدم بار ستيل الآل طول العبارة أو هو نفس عرض المنخفض زين قطر العبارة أنا أريده بالحسابات مالتي وهنا كيو على أي مع الانتباه في هذه المعادلة في هذه المعادلة إذا طلع قطر العبارة أكثر من المعقول يعني قطر غير عملي راح أطلع كروس سكشن مالته وأقسم على الكروس سكشن للأنبوب المتوفر قطرة يعني أفرض طلع لك الدي يساوي 4 متر ما عند وين عندي عبارة قطرها 4 متر قطر فشوف شو عندي متوفر مثلا متوفر عندي 1.2 شو أقول؟ أقول أطلع كروس سكشن الأريا مال 4 أقسم على كروس سكشن الأريا مال 1.2 يطلع عدد الفتحات إذا طلع بها كسر قرب إلى أقرب رقم صحيح أعلى إذا طلع 3.2 بجلسة فتحات يصير 4 فتحات واضحة بشمهندسين؟ واضحة هسه نجي الآن طلعت شنو من هذه المعادلة طلعت القطر المناسب هاي المعادلة طلعت القطر المناسب الآن لاحظ هل هذه العبارة تحتاج إلى ركائز لإسنادها؟ راح أشيك أستخدم القانون التالي اللي يعطيني الطول الأمين أستخدم القانون التالي اللي يعطيني الطول الأمين FS هو إذن الستيل مال العبارة نستخدمه عادة نستخدم إحنا مايلد ستيل مايلد ستيل يعني شنو حديد مطاوع الـ FS مالته 93,000 كيلونيوتن على المتر المربع عادة نستخدم حديد مطاوع مايلد ستيل الـ FS مالته 93,000 كيلونيوتن على المتر المربع اوكي اذا هذا الفتحات الدي هو قطر عبارة طلعتها من فوق من هنا وعلى الفتحات جبت تاخذ الدي ها ما فتحه وحده ما اخذت الفتحات ناخذ الدي ما فتحه وحده من هنا واضح لا في رقم ثالث دي على تي تي شنو هو سمك الانبوب المستخدم عاده هو عاده سمك 1 سنتيمتر عادة السمك لو عمقك اياه عادة 1 سم السمك هنا مع الانتباه الى توحيد الوحدات الدي هنا بالمتر هذا وهنا بالسنتيم اذا لازم تحول او بالملي تحول اوكي اصير متر على المتر واضح الان طلعت اقل طول امين اذا كانت النتيجه ملاحظه مهمه اذا كانت النتيجه L أكبر من الطول العبارة الموجود في السؤال إذا لا نحتاج إلى ركائز إذا كان L هذا L سيف أكبر من طول العبارة الموجود في السؤال لا نحتاج إلى ركائز وإذا كانت L أقل من طول العبارة من السؤال نحتاج إلى ركائز لإسنادها قدر المستطاع عندك مهندس حاول أن تجعل الركائز تتجه نحو الضفاف نبتعد عن قعر المنخفض نبتعد عن الووتر للمنخفض ليش؟ لأن تعرفون أنتم الحديد والمشاكل مع المياه الانجراف والشنو والتآكل يصير فقدر المستطاع أنت شو تسوي؟ تحاول أن
95,000. سنتيم. الهيد لوس دلتا اتش لا تتجاوز 21 سنتيم.
صرت مهندس انت بعد قاعدة قوسين او ادنى زين فش اقول لك assume any suitable value if you need to solve the problem assume any suitable value if you need to solve the problem فلازم تاخذ انت ارقام تحسها انت مهندس تعرف الارقام تاخذها تكتب اوكي هاي الارقام جينا عليها سابقا K1 K2 والN والT إلى الآن بعد أن أخذت هاي المعلومات كلها لاحظ راح آخذ من هذه الداتا المتوفرة ماسك لك الموقع كامل منطق كل معلومات القناة وكل معلومات المنخفض راح آخذ فقط المعلومات تفيدني الحسابات يعني كثير من هاي المعلومات المذكورة ما راح استفاد منها أنا لأنها جاي التصريف 1.8 عبر لي أنت راح نجي إلى المعادلة اللي نعرف قبل قليل عنها اللي هو معادلة الباي دايميتر دائري فإذا جينا نقول دلتا اتش يساوي 124.6 ان سكوير ال على دي أس 4 على 3 في كيو تربيع على 2G يعني في تربيع على 2G حول كيو على ال اوكي نستخدم هيك اذا الان 124.6 هذه جنيه الفريكشن لوسز اذا جينا نقول K1 هي 0.5 K2 1 اللوسز مال الفريكشن المفقود به فقط الدي مو جي المفقود به فقط الدي الان هنا الاريا تصريف على الاريا تصريف 1.8 تربيع الاريا باي دي اس ار دي على 4 طبعا صعدناها 16 على 4 على 209.8 1 هاي ترايل اند ايرور تطلع قيمه دي تطلع قطر 1.2 متر 1.2 لان هذه باي ابو ال 21 اذا قلت لك the available diameter in the project equal 0.6 متر عشان يصير ها؟ قول لي فتحتي تقسم قطر على قطر هذا خطا فاحش كروس سكشن على كروس سكشن يعني طلع لي صح ولا يجوز احتمال صدفه طلعت فيها صدفه بس هو مو صحيح طلع كروس سكشن مال القطر اللي طلعته انت ايش قد كروس سكشن مالته؟ زين هذا 1.2 مع الافيلبل دايميتر طلع قطر على قطر مساحه على مساحه اوكي انتبه زياده على المساله يطلع لي على الفتحه اقول لك سكتش الستركتشر شو تسوي؟ نفس ترسم لي اياه بس دير بالك تخلي فوقها دفن لان عباره هي فوق الارض بس الكلبرت فوقها دفن لما سكتش الستركتشر تقول لي عباره ومن فتحتي شو تسوي لي؟ تاخذ هذا الكروس سكشن اريا قبل شوي سمناه قلنا انت تجي تقول انت هذا هو الباي هذا هو الباي مالته اوكي هاي عليه محمد لوت وهذه ركيزه اذا جيت تحتاج ركيزه ارتستيه مثلا تجي داخل سكشن راح تقول لي راح يصير هذا راح يصير هذا اول فتحتين مثلا بهالشكل نسميه اول فتحتين طبعا هاي السكشن ما تحصل لازم تفتح عباره من فتحتين راح يصير يعني ما بي اي حمل ما عليه شنو هو؟ دفن ما عليه دفن اوكي من اقول لك ارسم كروس سكشن اريا او ارسم لي مقطع لكلبرت الكلبرت تطلع لي شنو هو؟ دفن لانه راح يصير عليه طريق يمشي عليه اوكي انتبه على هذه ترسمها زين نجي الان هسه طلع لك القطر ايش قد؟ مترو 20 قلنا هذا اذا متوفر خير على متوفر طلعنا كم فتحه نستخدم اذا اكثر من هذا الان هل يحتاج الى اسناد مترو 20 راح نجي نشيك الطول الامي نشيك الطول الامي يحتاج اسناد ام يحتاج شو نسوي نطلع الهيل هذه معادله بيرتا فورمولا يعني معادله عمليه هذه معادله عمليه من الخبره جبت هذه المعادله لاحظ 93000 اللي هي اف اس في الدي 1.2 على 30 زائد دي على تي لاحظ الوحدات هنا عندك 9.5 مللي معطيك اياها
اس نصر اذا طلعت 24.31 شبيه هذي اقل من الموجود اقل من السؤال سؤال 28 طول العبارة اذن احتاج الى ركائز احتاج الى ركائز كم ركيزة هنا احتاج وحدة مو لانه وجد هي تريد ار هي 28 طول اذا قسمها بالنص يصير 14 ليت يحتاج الى ركيزه واحده نحتاج الى ركيزه واحده واضح شلون يصير وبهذا تكون صممت العباره ايش قد البايب مالتها تجي على الركائز اللي راح تستخدمها هذا المنشئ. أنا أحيانا أحتاج أن أسوي مو صفحة.